محمد رشاد. صوته للبساطة، صوته للاجتهاد، صوته للمرح، صوته للطاقة، صوته للمثابرة، صوته للطموح، صوته للأهداف، صوته للشوكولاتة، صوته لي أنا محمد رشاد ورقم 3. واحدة من أول أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب هنسمعها بصوت محمد رشاد من مصر. رشاد، حسن، تحيا مصر.
خلاص بقيت اتعود ان انا كل مره اشوفك ابقى عارف ان انا هسمع حاجه حلوه، وعارف ان انا قدامي واحد واثق من نفسه. وانت يمكن كنت بتقول في الريبورتاج ان انت البساطه، ودي حاجه باينه فيك. لو انت انسان بسيط، غناك بسيط ولكن بشكل ايجابي جدا. مش بسيط ان هو متواضع او قليل، لا، بسيط ان هو يدوبك بتقول الحاجه الصح. اقول لك حاجه واحده، حاسك النهارده بتعمل مجهود زياده عن العادي. انا متعود منك ان انت طاير، النهارده حسيت ان انت بتعمل مجهود زياده في الغنى. ان كان السبب كنت عيان او وانا شايف انت شكلك عيان، وان انت تغني الغنى ده وانت نفس تشرب شيشه ولا ايه؟ لا لا. ايا كان واضح، وانا عارف ان ده حاجه جانبيه، ولكن غناك كان هايل، والمره الجايه عايز المجهود ده يروح. خليني اركز مع غناك وانبسط وما اركزش في حاجه ثانيه. احسنت. شكرا حسن، احلام. انا راح اكتفي اني اعطيك الكرت الاصفر اليوم بدون تعليق. شكرا احلام. نانسي؟ لا ما فهمت ليش، بس ليش ذي احبها كثروا منها. علشان انا المكان اللي اكون موجوده فيه لازم يكون فيه قلق. بتعرفي شو؟ لكن رح اخذ منك الكارت الاخضر والاحمر، خلي معك الاصفر على طول اذا هيك. انت بيطبق عليك او بتطبق عليك الجمله اللي بتقول انا مصري وابويا مصري، بسماري ولوني مصري، انا مصري وبخفة دمي مصري. انت خفيف، انت بسيط مثل ما حسن قال بغناك، بس بتقول يعني هيك ال يعني جيس لو نيسيسير بيجيب جون. ايه بس انا بحب فيك هيدي البساطه. شو كنت عم اقول له؟ انا مصري وابويا مصري وبخف دمي مصري. عندك خف الدم انت عم بتغني، قريبه على القلب كثير، ويعني عندك قرب عند الناس، وهيدا هيدا 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 بلاس لإلك. وزيادة إنه أنا بحب كتير صوتك، بحب الطريقة اللي بتغني فيها، بحب الشعبة اللي بتغني. شكرا نانسي. وأنا اليوم كمان رح أستعير الكارت الأخضر من أحلام وأعطيك إياه. شكرا نانسي. وائل اتفضل. بقول اقول هي هي بيستعملوا كلمه كثير. اقول هي سم ابوي سم. ما تعرف تعفق المقام ليش يا اخي؟ هذا الاختيار كان سيء جدا. ليش؟ عندنا المثل يقول فكره. انا بقولك شيء وائل. هي قول هاي. انا معاتي تفضل يا احلام تفضل. بمجرد ما كلامي يحفظ هذا محسوب لي مش علي. سمعت ايش تقول؟ ها تفضل يا وائل. فانا راح انطيش الكرت الاخضر هيك. الف مبروك. انت الصوتية، انت بصوتك كسبت معنا عربية. بس بدي كفي المتر عصفور بالايد ولا عشان على الشجرة. انت صوت جميل.
الشعبية موجودة بصوتك وعندك شعبية طبعا هيدي مش حدود للإمكانيات اللي عندك إياها، قادر تعطي أكثر، بس أنا بالنسبة لإلي أنا كنت مبسوط وما في شيء زعجني. شكرا لإلك. شكرا وائل، شكرا لك للتحكيم. الله معك محمد رشاد.